السلام عليكم الأصدقاء في مجموعة الباحثين السودانيين، مرحب بكم. اليوم عندنا موعدنا على لايف عن اكتشاف الذات. طيب، مرحبا بكم. مرحبا دعاء، دكتور أنور، نزار، مروة، سراج، محبة كبيرة والله. شهد، سلامات. اللايف اليوم عن اكتشاف الذات، إن شاء الله الصوت واضح كده. صلاح، سارة، مروة، شيماء، وأنا آدم. مرحبا، حبابكم جميعا. سارة، محمد، فرح، مرحب بكم. أمل، نزار. طيب، مرحبا أحمد، بشير، شيماء، وحسن، عساكم طيبين جدا. طيب، أشرف، آدم. اليوم هنتكلم عن اكتشاف الذات، سيلف انكويري، سيلف ديسكفري. الموضوع بالتأكيد هو جذاب وجميل وممتع ومخيف برضو أحيانا، وصفاء وأسماء زيكم ميسون. أنا ما بتكلم الليلة هنا بصفتي خبير، بتكلم ولا معلم، وإنما بشارك اللي تعلمته في طريق البحث ومعرفة النفس. فما بدعي الفضل في الحاجات اللي أنا بقولها، ولا بدعي صحتها المطلقة، ولا ملائمتها للجميع، لكن هي طريقة ممكن الناس يلقوا فيها أجوبة لأسئلتهم أو إشارات لطريقتهم الخاصة. طيب، ليه نحن فشلنا أصلا في اكتشاف أنفسنا، يعني في رحلتنا الطويلة في الحياة، كم 20، كم 30 أو أكثر، ليه حتى الآن نحن بنفتش وبنسأل، يعني نحن منو؟ ليه؟ نحن فشلنا في إنه نكتشف ذاتنا ونعرفها. أول شيء لأنه باستمرار كانت محاولاتنا في اكتشاف الذات هي بتجي عند الاضطرار، يعني لما تواجهنا ظروف نشعر انه نحن اقل استعدادا من اننا ننجح فيها، فبيجي الضغط، بالتالي نحن بنحاول نخفف الضغط ده او نشبعه او نحتال عليه، فلو ذهب الضغط بيبقى نحن مرتاحين تاني، ما مستعدين ولا محتاجين نعرف انفسنا. الحاجة التانية لانه نحن عادة بنجي لانفسنا بنفتش للمهارات، بنفتش لمكاسب سطحية، بنفتش لأنه دارين نتعلم الثقة بالنفس، دارين نتعلم مهارات التخاطب، دارين نتعلم نأدي كويس في الانترفيوز، دارين نتعلم نتواصل مع الناس، دارين نتعلم في العلاقات يكون يعني تعاملنا أفضل خالي من المشاكل.
فبنجي لمكاسب سطحية أو نقص للمواهب. يعني باستمرار في ناس بيسألوا إنه كيف أكتشف مواهبي، يعني السؤال للغرض الواحد سؤال ما كافي، لأنه المفروض تعرف أنت منو ذاته إذا عندك، أول شيء حتى تعرف إذا عندك مواهب ولا ما عندك مواهب. وكلنا من كل حظ الناس اللي عندهم موهبة من زمن إحنا في الطفولة، في ناس عندهم مواهب متعددة، كان تقليد الأصوات، كان الغناء، كان كرة القدم، كان الأداء المسرحي، كان التذكر، كان أي حاجة. فالموهبة هي فيض في مهارة معينة، لو في وفرة فيها بتفيض بشكل طبيعي، بتظهر للناس بدون مجهود يعني. فالناس اللي عندهم مهارة حقيقية في بس زي كرة القدم دي، باعتبارنا كلنا مثقفين فيها، ما ممكن تقارن مارادونا بزول تاني يعني، أو بيليه. ده الناس موهوبين موهبة طبيعية، حتى ما في زول علمهم، الباقيين ده يجوا تعلموا من الناس. السبب الأهم والأخطر إنه نحن ما عرفنا أنفسنا، لأنه كل محاولاتنا في المعرفة هي هدف التحسين. المفروض نحسن صورتنا، نحسن أداءنا، نحسن معرفتنا، نحسن شغلنا. في اللحظة اللي أنت بيكون همك التحسين، بيبقى معرفتك بنفسك مستحيلة. أنت جاي يعني تخش في داخلك غرضك المعين، إنه في كباسيتي معينة ما كافية بالنسبة لك، داير تخش وتحسنها. ما سألت نفسك ابتداء إنه الحكم حقك ذاته بأنها هي ما كافية، ده هل حكم عن معرفة ولا حكم عن عادة ولا حكم عن جهل أصلا بقدراتك؟ فنحن في الغالب معرفتنا بأنفسنا فيها كثير من الجهل أصلا، وفي الحقيقة ما ممكن نسميها معرفة. نحن في حالة جهل معظم الوقت، في كل الأحوال، جهل بأنفسنا، جهل بإمكانياتنا، جهل بطبيعتنا، جهل بقدرنا، جهل بعيوبنا، جهل بميزاتنا، جهل البوسيبيليتيز الكباسيتيز حقاتنا، كلها جاهلين بيها. والحمد لله بنشتغل دافوري ممتاز مع الناس يعني. التحسين قايم على المحاكمة، معناه انت من البداية عندك جادجمنت محددة تجاه نفسك، انك ضعيف الثقة بالنفس، او انك ضعيف الذاكرة، او ضعيف الأداء في فريق عمل او كده. فالتحسين فيه إدانة، الإدانة ما بتسمح بالتغيير. في علاقة الإنسان بنفسه مهم أي تغيير يتبني أصلا بالأساس على المحبة، على الفهم بدون أحكام. ما ممكن أنت تفهم وتحكم في نفس الوقت، الحكم هو تقييد، الفهم هو منفتح بيسمح بالتغير وبيسمح بالاتساع كيفما كان، لكن الحكم هو قرار محدد. طيب، هل فهم النفس أو معرفته ممكن؟ هل بيمكن نحن نكتشفه؟ بالتأكيد طب هو ممكن وبلا شك إنه مهم، لكن نحن ما مفتكر إنه الشيء الأكثر أهمية في حياتنا. نحن نعتبر العمل أو النجاح المهني أو تحقيق الثروة أو المكانة أو الزواج أو الشريك أو كده هي الأشياء الأهم، بدون ما نتساءل إنه الحاجات اللي بنعتبرها مهمة دي هتحصل لمنو أصلاً. المهارات أو الخبرات أو الاكتساب أو النجاح أو التفوق أو التميز أو بتجي لمنه، ده المهم نحن المفروض نعتني بيه أكثر مما من الحاجة نفسها. معرفة الإنسان بنفسه أهم من الأفكار وأهم من الاعتقاد. يعني نحن كلنا مهما كانت معتقداتنا غالية من الشابة في عيوبنا ومشاكلنا وضحالتنا وسوءنا وخيرنا وكده. ففي حاجة مهمة جوهرية في أي إنسان المفروض هو يلتفت لها. طيب، هل ممكن يكون فهمنا لأنفسنا قائم على وهم؟ يعني هل ممكن نتوهم في المعرفة دي؟ في مسار حياتنا كانت عندنا أوهام كثيرة عن أنفسنا، عن ذكائنا، عن جمالنا، عن صبرنا، عن تحملنا، عن قدرتنا، عن سعتنا، عن حاجات كثيرة كان عندنا أوهام عنها، اكتشفنا إنها وهم باستمرار الحياة وبالواقع. فاللي اكتشف ده اللي هو في ذات ما واعية
قادر تشوف انه الوهم الاول زال، وهمينك اهم زول، مجرد ما طلعت من البيت انت ما اهم زول، مجرد ما طلعت من مدرستك لمدرسة اوسع او اكبر انت يعني ما عندك نفس المكان المميز حقت مدرستك المحدودة، لما طلعت لأي مجتمع غير مجتمعك الأول أنت مع نفس القيمة والتقدير، تصوراتك عن نفسك طول الوقت بتتغير. فالوهم مستمر في الزوال، لكن في شيما يظل قاعد مع زوال الأوهام دي كلها، اللي هو ده الشيء الحقيقي. فممكن معرفة النفس، ممكن عبر الجوهر الحقيقي حق الإنسان الداخلي. طيب، معرفتنا بأنفسنا فيها عموما تشوهات كثيرة، لأنه مرات حتى اللغة ما بتساعدنا، ومرات دلالات اللغة ما بتساعدنا، ومرات التجربة الشخصية مختلفة. لكن عموما ممكن نحاول نوصف وصف غير علمي سمات متعددة داخل كل زول فينا. مثلا أول طبقة ظاهرة من الإنسان هي الصورة حقته. الإنسان عنده صور لا نهائية، صور عن أمه، عن أبوه، عن أخوانه، عن أصحابه اللي بيعزوه جدا، عند الناس اللي ما بيكترثوا له، عند الناس اللي ما بيحبوه، وعندنا صور حقتنا الشخصية تجاه أنفسنا وقت الرضا والسخط، وقت الحب محبة، وقت عدمه، وقت النجاح، وقت الفشل، كله عندنا له صور ما بتتغير حسب الظرف، حسب المزاج بتجي صورة مختلفة. فالصورة ما حقيقة، الصورة هي ابتسار أو رسم متعجل ومحدود ظرفي وانتقائي. لو تجاوزنا الصورة شوية بنلقى في البيرسوناليتي أو الشخصية. يعني بشكل عام كل زول فينا بيكون عارف ملامح شخصيته أو الاتريبيوتس أو السمات حقته، بيعرف ملامح شخصية الناس التانيين برضو، لأنه في حاجة فيها كونزيستنت قاعدة باستمرار. في زول بيحب المنافسة، في زول بيحب الظهور، في زول بيحب العمل الخيري، في زول بيحب ينسحب ما يظهر في السطح، في زول بيحب يشتغل بعيدا من الناس، في زول بيحب يبادر، في زول بيحب إنه يطمن إن الناس ماشيين صح حتى يمشي معاهم. فكل الحاجات دي هي ملامح ظاهرة كونسيستنت بشكل كبير، يعني ما دائما. فالبيرسوناليتي أو الشخصية هي ما يظهر منك بناء على تجارب الحياة، هي ما أظهرته تجربة الحياة منك. ولو يتغير مسار حياتك بتظهر شخصية مختلفة. عشان كده نحن برضو يعني بنتفاجأ في أنفسنا مرات، وبنتفاجأ في الآخرين مرات، في إنه بيظهر في شيء جوانا، بيظهر مننا إحنا ما كنا حاسبينه وما كنا عارفينه. فالشخصية هي ما يظهر من الإنسان بناء على تفاعله مع العالم الخارجي. عشان كده في ظروف اكستريم كلنا ممكن نتشابه، كلنا ممكن نبقى أشرار، كلنا ممكن نبقى قتلة، كلنا ممكن نبقى خيرين، كلنا ممكن نبقى يعني ناس فوق العادة. يعني زي الزمن حق الاعتصام، الناس من كانوا هناك الروح اللي كانت في المكان هي روح أعلى بكثير من المعدل العادي حق أي إنسان في ظروفه العادية واليومية. فالبيرسوناليتي هي ما يظهر. في ما دون البيرسوناليتي نستخدم كلمة الذات، هسه عنوان الليلة هو اكتشاف الذات. الذات هي مزيج من الصورة ومن النفس، يعني هي بنشير بها إلى الداخل، لكن في تصورنا مرات كثيرة هي معتمدة على العالم الخارجي، على الصورة الخارجية. فنحن دارين نعرف أنفسنا، لكن دارين نعرف برضو الصورة حقتنا الجميلة دي ونلمعها أكثر. تحت الذات بنخش في الحاجات الحقيقية بعد المهمة اللي هي في النفس، والنفس دي اللي هي أصلا قابليات. طيف واسع من كل شيء، من الخير إلى الشر، من الجمال إلى القبح، من الأنا إلى الإيثار، من أي شيء إلى نقيضه بكل التدرجات الممكنة. وجواها الرغبات والنزوعات، الميول،
وجواها سمات غريبة نحن بنلاحظها في الأطفال الصغار، إنه يكون في سمة واضحة ووضوح شديد فيه، يعني في طفل بكاي، في طفل شجاع، في طفل مثلا بيقالع في حقه، في واحد بيستسلم عن حقه، في واحد بيحب اللعب أكتر، في واحد بيحب العناية أكتر، في زول بيثق في الغرباء، في زول ما بيثق في الغرباء. ففي attributes بتظهر، سمات بتظهر بشكل ما، كل واحد بطريقته الخاصة. فالنفس هي ما يحصل فيها، حياتنا الكلية كلها بتحصل داخل النفس دي، والتغيرات فيها والتطور والتدهور وغيره. زي ما في الآثار نحن بنلقى إنه في وصف للنفس، الناس بيحبوا ينظروا للنفس بالاتهام بالإساءة، إنه النفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء. القرآن يتكلم عن أحوال النفس، ما درجة ثابتة. النفس متعددة الأحوال، ممكن هسه يكون عندك الرغبة في إنك تحصل على كل شيء بغض النظر عن أي شيء، يعني زي في الصفوف حقت البنزين والرغيف وغيره. ممكن فجأة يخطر في بالك حالة من الوعي اللي هي تخليك تمرر زول تاني قدامك، تسمح لزول تاني ياخذ فرصة، تسمح لآخرين. فالنفس ما في زول يعتبرها هي حالة ثابتة عشان يتعامل معاها بالطريقة حقت التقريع والتأنيب السيئة بنعملها عادة يعني. فممكن تكون لوامة، ممكن تكون أمارة بالسوء، عشان ممكن تبقى لوامة بعد شوية، ممكن تبقى هي مطمئنة أو راضية أو مرضية أو وهكذا. فالنفس هي القابليات العديدة الموجودة داخلنا واللي هي بنتحقق جواها. أعمق من النفس وأهم منها في الوعي. والوعي ما هو محتوى؟ يعني الناس مرات بيعتبروا إنه مثلا لو جيت قلت الزول ده واعي، معناه معارفه أكتر، معناه علومه أكتر، معناه خبرته أكتر، معناه ثقافته أكتر أو كذا. لكن الوعي ما هو المحتوى، الوعي هو الستيت المتصلة بالمحتوى، هو السكيل أو المهارة اللي بتخليك قادر تشوف المحتوى. الوعي هو مهارة وقدرة إنك أنت تعاين جواك، تشوف ما وراء أقوالك دوافعه، ما وراء أفعالك دوافعه، ما وراء مشاعرك دوافعه. تقدر تشوف الحاجات الجوة بالوعي، بتقدر تشوف الأثر حق العالم الخارجي في استفزاز العالم الداخلي حقك وتغيير اتجاهاته ومساراته. بتقدر تشوف أثر القوة حقت العالم الداخلي حقك في التغيير على العالم الخارجي. الوعي هو المهارة دي، هو القدرة الابيليتي السكيل القادرة تشوف ده. أوكي. والوعي ده هو أول سمة للإنسان، أول سمة لجوهر الإنسان، أول سمة للوجود. يعني أيا يكن جوهرنا الداخلي ده، فأول حاجة فيه هو واعي، هو قادر على إنه يكون واعي، هو بيتسم بالوعي. ممكن الوعي يغيب نتيجة مزاج أو نتيجة انفعال أو ايموشنز أو أفكار أو سجن ما يعني يكون، ممكن يغيب الوعي، لكن الوعي ممكن يحضر. فالوعي هو أساسي. نحن غايب عننا الوعي لأنه منغمسين في اللاوعي أصلا، مش في اللاوعي السبكونشس، منغمسين في عدم الوعي. لاحظوا بنعمله يوميا في حياتنا، نحن بنصحى الصباح بنعمل نفس الحاجات اللي بنعملها، وبنطلع العالم الخارجي to impose our ego، بنمشي عشان نفرض الإيجو حقنا في مكان العمل، في العالم الخارجي، في الإنجازات، في الطريق حق المهنة، في العلاقات. بنمشي نفرض نفسنا، بنمشي بالقوة نقبل، نكتسب مزيد من الخبرات، نكتسب مزيد من المهارات، نزيد المعطيات والسكيلز حقت الأنا البيرسوناليتي هسه الظاهرة دي، فينا نخليها بيرسوناليتي أخطر، أقوى، أشفت، أجمل، أبهج، أكثر جاذبية، أكثر طلب في السوق. ده اللي نحن بنعمل فيه يومي. عشان كده تيجي تقول إنه داير تفتش الوعي بيبقى 200 مثلا أو كيف، لأنه يعني كل اللي نحن بنعمله يوميا بنستثمر في عدم الوعي أصلا. فالوعي
الكورونا والظرف العالمي الظاهري ده اللي هو أسدل الستار على كل الأنشطة الخارجية، على كل العمل، على كل الكارير، على كل الأحلام، على كل شيء، أدى الناس فرصة إنه يقعدوا مع نفسهم. والموضوع ده ما دايما تجربة مريحة ولا تجربة سهلة ولا تجربة جميلة ولا تجربة لطيفة. الموضوع ده ممكن يكون مؤلم جدا، وممكن يكون صعب جدا، وممكن يكون فيه كثير من الألم بالنسبة للزول. طيب الألم بيجي من وين؟ طيب نكمل. دون الوعي في الطبقة الأخيرة الأصلية الأساسية اللي هي جوهر الإنسان، وجوهر الإنسان ده جوهر أي زول فينا المفروض يكون أي زول فينا عارف جوهره شنو، جوهر الإنسانية ككل أو جوهر الشخصية. في الحالات دي ما بتنفع المعرفة النظرية، يعني ما مهم إنك تمشي تقرأ تقول فلان الفلاني قال لنا إنه جوهر الإنسان هو كذا كذا كذا. في فرق بين النوليدج وبين experiencing the knowledge، فرق بين إنك أنت تكون عندك معرفة نظرية عن شيء وإنك تكون اختبرت الشيء نفسه، زي ما بيعملوا أهل التصوف والعرفان والمدارس الروحية كلها مشغولين بالإكسبيرينس، باختبار الشيء نفسه، لأنه هو الحالة الوحيدة اللي أنت بتكون فيها فعليا عارف الشيء. نحن اكتفينا في زمن المعارف، زمننا الحالي ده بتاع الوفرة في المعلومات، إنه أنت ممكن تقول إنك عارف لمجرد إن عندك معلومات. المعلومات ما معرفة، المعلومات معلومات، كونك بتعرف درجة حرارة الشمس ولا تركيب الذرة ولا دون الكواركات والكوانتم ولا الحضارات القديمة ولا واتيفر، الكلام ده ما بغيرك انت كشخص بأي شيء. ولو بتعرف انه اي شيء ممكن او مستحيل او صعب او واتيفر عن الانسان، مجرد المعلومة النظرية ما بتغير شيء جواك اصلا. اللي بيغيرك when you experience something. عشان كده الناس بيمروا بتجارب صعبة، الناس اللي بيختبروا الألم الشديد، الناس اللي بيختبروا الأسى الشديد، الناس اللي بيختبروا الشقاء الصعب، الناس اللي بيختبروا الفقد، الناس اللي بيجوا قريب من الموت، الناس اللي بيقربوا من الانتحار وبيحاولوا، الناس اللي بيمروا بالتجارب الصعبة زي دي بيتبين لهم في داخلهم ما هو أبعد من عالم الأفكار والصور اللي نحن بنتنازع فيه بشكل يومي. فالاكسبيرينس هي مهم. ما مهم انك تعرف حاجة، ما مهم انك تكون عندك معلومة نظرية عن شيء، ما الكلام ده ما بيعني اي قيمة، ما عنده قيمة. لو شفت 100 صور، 100 صورة للنحل وللعسل وللأشجار خلايا النحل والبيوت حقتها، وقريت ورقة علمية عن فوائد النحل، ما بتتذوق العسل ده في لسانك أصلا إلا لما تتذوقه. المعرفة ما هي اكسبيرينس، المعلومات ما هي اكسبيرينس. زي ما قال أنتوني ديميلو، كلمة خمر لم تسكر أحدا. فالكلمة ما عندها قيمة، الكلمة هي إشارة للشيء، نحن المفروض نختبر الشيء نفسه. طيب عليه جوهرنا ممكن نقول إنه هو مهم نختبره، لكن بنقدر نقول إنه فيه سمات معينة نصفه بها، إنه هو لا زمني، يعني ما غير متقيد بالزمن. إذا عمرك يوم أو 10 أو 20 أو 50 أو 70 أو 100، الجوهر واحد، لا يشيخ ولا يضعف ولا يتأثر بالزمن. الجوهر ما عنده علاقة بشكل الإنسان، الشكل ده جابت الجينات في المسار اللي نحن ولدنا فيه. احنا جينا العالم ده بالولادة وحنقدر بالموت، فالموت ما هو نقيض الحياة، الموت هو نقيض الولادة، هو رحلتنا، النقطتين حقت الرحلة حقتنا في العالم الحالي ده. ف جوهرنا ما بيموت، كان موجود قبل العالم ده وحيستمر بعد هذا العالم برضه، وشاسع جدا وواسع جدا ولا محدود ولا نهائي، وممكن يكون أي شيء. بدليل إنه كل ما اختبرتنا الحياة بتلقى عندنا شيء نعامل به أو نتفاعل معاه به أو نتعلمه أو نكونه كويس. الجوهر ده بنحتاج إنه كل زول فينا يختبره بشكل شخصي عشان يصل. طيب نصله كيف؟
نسأل سؤال أول، إنه الداير اكتشف الذات ده هسه منو اللي عايز يكتشف الذات؟ هل هو الذهن حقنا اللي هو الخبرات المحددة، التجربة، الماضي، التاريخ، الأفكار؟ هل هو داير يبقى أضبط شوية؟ يعني أنا لما أعرف ذاتي بكون أكثر جاذبية، يعني أنجح أفضل. ولا هل هي الأنا نفسها مرات؟ الأنا بيروغ إنك لما تتهمه بأنها هي نقيض للوعي أو عقبة أمام الوعي، بتكون دايرة الوعي ده ذاته عشان هي برضو كمان تقشر بيه، دايرة تختبر ما بشكل حقيقي، ما دايرة تكون واعي لأنه الوعي بينفيها، لكن دايرة تقول برضو أنا واعي وأنا فاهم وأنا بقدر أعمل كل الحاجات حقات الناس الواعيين ديل، فاهم العالم ده وأبعاده والعوالم التانية وأبعاده ورحلتنا، وفاهم الحياة ومعناها وقيمتها، وفاهم الألم الداخلي، وفاهم التحديات، وفاهم شنو. لكن القصة هي ما أصيلة، هو ده استهبال ساكت من الأنا. فهي مرات بتكون دايرة تستجلب بعض الأفكار الجديدة الجذابة وتنزل بها السوق. يعني الذهن والأنا بالأساس هما عاجزان عن معرفة النفس أو الوعي بها. الذهن هو الخادم المطيع للأنا. الذهن هو مخزون التجارب والخبرات منسوبة لي أنا شخصيا، للأنا حقتي. دي شهاداتي، دي تجربتي، دي مشاعري، دي أفكاري، دي طريقتي، دي أنا كده، دي طبيعتي، دي شخصيتي، ده أنا كده بس. عجبك عجبك، ما عجبك خلاص. فالآن هي في نزاع مع العالم، في صراع مع العالم، عندها رغبة في التملك، عندها رغبة في التمييز، عندها رغبة في السيطرة. والأخ الذهن هو خادمها المباشر اللي بيخدمها. فهما الاثنين عاجزين عن معرفة النفس، عاجزين عن الوعي، لأن الوعي a different quality. الوعي ما معرفة، الوعي ما معلومات، الوعي هو بالأساس زي ما قلنا قبل skill أو قدرة أو ملكة قادرة على الرؤية بوضوح لما يتغير في داخلنا، عالمنا الداخلي وعالمنا الخارجي وما يدور حولهم والتفاعلات. وأنا بتكلم معاكم هسه في جزء جواكم قادر، يمكن قادر يشوف الأثر حق الكلام ده عليه، في أفكار مزعجة، في أفكار مدهشة، في أفكار مريحة، في أفكار ما مريحة، في حاجات بتخوف، في حاجات ما بتصدقها، في حاجات وهكذا. ففي شيء جوا بيتفاعل. القادر يشوف الانفعال الداخلي ده هو الوعي. قادر يشوف ردة فعلك الداخلية دي هو الوعي. قادر يشوف أثر العالم الخارجي عليك أنت داخليا وردة فعلك الداخلية عليه شنو. طيب لو أنا داير أعرف نفسي مفروض أعمل شنو؟ أولا مفروض إننا نرمي جانبا كل اللي بنعرفه هسه وكل المتمسكين بيه هسه. انت ما اسمك، ما شكلك، ما مشاكلك مع نفسك، ما مخاوفك، ما ميزاتك، ما عيوبك، ما أحلامك، ما أوهامك، ما إنجازاتك، ما فشلك، ما الحصل ليك شنو 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 ذاك، وما الفوت الشنو شنو 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 ذاك، وما الكان داير يعمل شنو 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 ذاك، وما اللي يتغير. ده كله المظهر الخارجي. فنلغي المظهر الخارجي ده كله، نتخطاه. لما نتخطى المظهر ده كله الهوية اللي احنا بنعرف بيها نفسنا دايما، كويس، انا فلان الفلاني، انا المهندس، انا الطبيب، انا الاستاذ، انا الفلان، انا العامل، انا كذا، انا نلغيها، نواصل تاني
نلغي الأفكار اللي نحن عارفينها عن أنفسنا، إنه أنا ناجح ما ناجح، فاشل ما فاشل، موفق ما موفق، طيب ما طيب، جيد ما. نلغيها، نشيلها برا، نخش جوا أكتر، بنلقى المفاهيم اللي نحن مؤمنين بها، إنه الحياة دي صعبة، الحياة منحة، الحياة نعمة، الحياة ما مفهومة، الحياة قاسية، الحياة مرات بتديك، الحياة دي ما. نلغي الحاجات دي. بتقول تلقى في بعض المبادئ اللي انت مؤمن بها، دروب ات داون، نلغيها برضو، المبادئ اللي انت مؤمن بها، لانه دي برضو المبادئ دي عندها علاقة بالعالم الخارجي، وفق لتجربتك ومعرفتك وما اختبرته في هذا العالم، فخليها قبلها. اي افكار او اي تعريفات الغيها برا. اي شيء انت عرفت به نفسك ارميه كليا. لما تلغي كل شيء غالبا بتصل لحالة من المجهول الواسع الشاسع غير المفهوم بالنسبة لك. ممكن الذهن يقوم يخاف يقول لك الشيء ده عدم، احنا كده هنمشي للعدم. عدم بالنسبة له هو، لأنه ما قادر يفهم الذهن أصلا، يا حاجة مرت عليه قبل كده بيفهمها، يا ما مرت عليه بالتالي بيدعي إنه بيفهمها. يعني بنحتاج to experience، محتاج إنه نختبر ونكون في هذا يعني في الحالة دي، غير المعرفة، غير الموصوفة بكلمات، غير المحددة بأفكار، غير المقيدة بأي شيء، في حالة من الصمت الكامل. لما نصل الحالة دي بنقدر نفهم فعليا ان احنا جوا منه، يعني المظهر الخارجي ما بيدل على الداخل ده. في الداخل ده في سعة كبيرة، في قوة كبيرة، فيما لا يقاس. في الخارج نحن مقيدين بتجربة معينة، بحدث معين. طيب المهارات اللي أنا ممكن تساعدني في اكتشاف الذات شنو؟ الأساس الوعي اللي هو السكيل أو القدرة اللي نحن هسه مشينا بيها ولغينا كل التعريفات لحد ما وصلنا للداخل. والوعي ده بيشتغل عبر الانتباه، بأنه ينتبه لوجود شيء أو ظهور شيء أو حركة شيء أو تغير شيء. دي ميزة الوعي. بالرصد والمراقبة اللي هو الحالة المفروض إن احنا نكون فيها مع أنفسنا باستمرار، نخلي الوعي شغال ونحن منغمسين في الحياة اليومية دي. في الحياة اليومية نحن منغمسين بشكل غير واعي، بعدم وعي، بنتعامل بردود الأفعال، زي لو حاجة ضربتك بتضربها، حاجة ضربتك بتبعد منها، في ردود أفعال بس، ما في أي وعي، ما في أي فعل واعي. فالوعي لما يكون حاضر بيخليك أنت عندك مسافة شوية من الفوضى والجوطة حقت العالم الخارجي دي. زول شتمك أو أساء عليك، لو أنت ماخد مسافة بتتعامل معه بطريقة غير لما تكون أنت خايض في الطين معه. ولو جاتك فرصة استثنائية لتحقيق شيء ما بطريقة غير مناسبة، ولو أنت رجعت شوية في مسافة بينك وبين العالم، تقدر تختار بطريقة أفضل. لو ما في مسافة ممكن تتورط أو تنغمس، وهكذا وهكذا. يعني دي الفكرة الجوهرية. فالمراقب والراصد مهم جدا عشان الإنسان يفهم دوافعه ونزوعاته وحركته الداخلية. أنا ما بتكلم عن الخير والشر ولا الخطأ والصواب، بتكلم عن فهم الإنسان، يعني لنفسه، فهم الدوافع حقته. لأنه غالبا نحن ممكن نخطئ، غالبا نحن ممكن نرتكب كثير من الأخطاء، لكن المهم في الموضوع إنه نكون شايفين الحصل داخليا شنو، ما الحصل خارجيا شنو.
as practice ممكن نستفيد من الـ من المديتيشن او التأمل بنوعين، الحضور اللي هو المايندفولنس لانه بيخليك انت قادر تشغل المراقب ده وتقدر تتحكم في الاتنشن حقك، الانتباه حقك، تصرفه لأي حاجة او اي حاجة تانية توديه هنا او هنا، بيديك الملكة والقدرة دي. والتأمل العادي المعتاد ده برضه لأنه بيخلي الأخ الشغال طول الوقت بيطحن في الطاحونة ده، ساكت أو غايب أو يعني أضعف حالا من سيطرته المستمرة علينا. فاللحظة اللي نحن بنتحرر من سيطرة الذهن بنقدر نكون أقرب لعالمنا الداخلي اللي هو دايرين نشوفه ونكتشفه. طيب ممكن بعد ده نفتح الباب الأسئلة والنقاش. الله محفوظ إن شاء الله. طيب سلامات فتح العليم، عساك طيب أيام. والله يا أخي سلامات، السلام عليكم جميعا. طيب منورين شباب كلهم. طيب يا عمنا إن شاء الله. طيب المراقب. طيب أسماء تكلمت عن الجذب، بنجذب أي حاجة بعد كلمة أنا. الكلام ده ما صحيح، يعني مش كلكم عندكم الاكسبيرينس دي، كلكم حاولتوا جذب الأشياء، كلكم حاولتوا جذب المال ولسه مفلسين، كلكم حاولتوا جذب الهجرة ولسه ما هاجرتوا، كلكم حاولتوا جذب النجاح ولسه ما نجحتوا. فالموضوع هو ما بالبساطة دي، يعني أنت ما بتقدر تجذب الحاجات. يعني we do not attract what we want, we attract who we are. زي ما بيقولوا أهل المعرفة في الموضوع ده، إنه اللي بتجذبه هو ما يشابه الحالة الداخلية حقتك، إذا الطمأنينة واليقين، إذا المحبة والجمال، إذا الخوف، إذا كده كويس. أيوة الوعي إنك تقدر تشوف وتراقب. إحنا مشغولين بين الناس ومع الناس يا بلدي يا حرقاو. طيب شرف الدين قال الولادة والولادة من جديد. طيب الولادة الطبيعية اللي نحن بنعرفها دي الراتبة، هي الولادة البيولوجية، ولادة الكائن في هذا العالم ثلاثي الأبعاد في كوكب الأرض من مجرة ضربة تبانة من المجموعة بتاعة المجرات اللي هنا من الكون المرئي وهكذا. فده بنجي فيه في خط مادي، فيه بشرة، فيه لون، فيه جينات، فيه دي ان ايه محدد. لكن الإنسان بيولد مرات كثيرة، بيولد لما يكتشف هدفه في الحياة، أو بيولد لما يكتشف حقيقته اللي هي أهم من هدفه في الحياة، وبيولد لما يعثر على ما يغيره كليا، وبيولد لما يعني في كل النقلات الكبيرة في الحياة يعني. طيب قال الهدف من الحياة شنو؟ وليه نحن عايشين؟ ده نوع الأسئلة اللي بيسألها الذهن طبعا. الوعي ما بيسأل أسئلة زي دي، لأنه السؤال بيفترض إنه في شخص ما عنده الإجابة، بيفترض إنه الإجابة دي صحيحة بالنسبة ليك ولي أنا ولأي زول، وبيفترض إنه الإجابة دي هي الإجابة الوحيدة، والكلام ده ما صحيح. أي إنسان بيفتش جواه
عن معنى الحياة الخاص به، وعن هدفه شنو، وعن القيمة شنو. بيتنقل حسب وعيه بين هدف وهدف، بين قيمة وقيمة، بين مسار ومسار، لحد ما يصل إلى ما هو أنسب أو أصدق أو حقيقي بالنسبة له أكثر. فالواعي ما بيسأل، الواعي هو بيختبر العالم. إذا أنت عشت الحياة دي واختبرت إنها هي تجربة جميلة بمصاعبها، ده ممكن يكون كفاية. لأنه عشان تعرف الهدف شنو، يا إما تسأل الصمامة، يا إما تسأل شخص كلمه الخالق صممه وقال له الكلام ده كده، وبعد ذاك هو يشرح لنا بعبارة أنا وأنت نكون فاهمينها. لكن القصة دي لأنها صعبة، أي إنسان ربنا أداه جواه معناه هداه طريقته رسالته دلالته كده، فالإنسان ينشغل بالمسار حقه الشخصي ويشوف ما يكون بعد ذاك. كويس. إسراء قالت أنا لو اتحررت من كل شيء وحسيت بالفراغ، ده الوعي حيشوفني مين؟ هو ما تسميه أنت فراغ، لما ما تسميه أنت فراغ، هو بس مجهول بالنسبة لك. فراغ بمعنى إنه غير ممتلئ وفق لقواعد الذهن، يعني إنه فيه أحلام، رغبات، خبرات، معرفة، خطط، برامج ومشاريع، ده ما موجود جوا على المستوى الأعمق. الحاجات دي ما في، الحاجات دي كلها تعلقات بالعالم الخارجي على مستوى النفس. فلما تخش أبعد بتشوف ما هو هناك. ما هو هناك ده ما بينفع حتى أنا أوصفه لك، يعني عشان أكون حقاني وموضوعي معك. يعني you have to experience it on your own عشان تعرفي انت بالنسبة لك، انت بوعيك، انت حقيقتك، انت شنو. بعد كده زول ممكن يكون وصل لشيء مفيد، يعني ما مجرد إجابة. جميلة قالت دارين خطوات عملية. الخطوات العملية اللي هي المديتيشن والأوبزرفيشن مباشرة. انت هسه بتسمعي الاوبزيرفر اللي جواك ده اللي هو الوعي، خليه يشتغل ويعاين لردة فعلك تجاه الكلام ده، وخليه يشتغل بعد ما اللايف ينتهي، وبكرة وبعد بكرة وأي يوم. المراقب ده بيخليك لأول مرة عارفة انت منو، مش انت فكرتك عن نفسك شنو اللي انت عارفة هسه، او انا عارفة عن نفسي، او اي زول فينا عنده افكاره عن نفسه، لكن ما عندنا الرصد لما هو موجود حقيقة. الموجود ده أيا يكن دوافع شنو مع قضيتنا، يعني لو خوف، لو ألم، لو سعادة، لو بهجة، لو أنانية، you have to experience and observe. فده الموضوع اللي هو الرصد والمراقبة بشكل عملي، المايندفولنس والميديتيشن. كويس. طيب أي زول بيفتش عنه عايش ليه؟ طيب ممكن برضو فكرة تانية، ممكن بدل تفتش أنت عايش ليه، عيش الحياة اللي أنت دايرها. بدل تسأل عن الهدف من الحياة، أصنع الهدف من الحياة. وفي صناعتك للهدف دي بتختبر ما هو حقيقي وما هو مهم وما هو غير كده. يعني أسامة الدين قال هل العرفانية ممكن تتواجد وسط الزحمة العادية اللي عايشينها؟ هو أي شيء لو ما وجد خلال الزحمة اليومية اللي عايشينها يبقى دي مخدرات بس. الزول يقوم الصباح يجز الناس جز نظيف، يجي راجع بالآخر اليوم كده يصلي ويستغفر ويعمل الحاجات الضابطة، باكر تاني يقوم يعني يهب الناس هب شديد يعني. فالحاجة الحقيقية هي الحاجة اللي أنت بتعملها في العمل في الوقت الحقيقي. في انه لما نزول مثلا يتعدى عليك ما ترد عليه برد اعنف، او ما ترد عليه مباشرة، او ما ترد به مثلا، او انك تتجاوز ما هو ظاهر من غباء الى ما هو وراء الغباء حق الانسان، ما هو وراء خوف الاخر منك، ما هو كده.
فالحاجات دي لو ما بتعملها في اليوم ما في اي معنى، كويس. طيب هذا الانقراض في عملية اكتشاف الذات بيتطلب وعي، وأصلا ما بيتم بغير الوعي. يعني الوعي ده ما هو حاجة، ما هو مرحلة انت هتصل في يوم من الأيام. الوعي ده هو كاباسيتي، قابلية، سعة موجودة جواك هسي، ما اكتيفيتد، لأنه نحن شغالين في الدافوري منهمكين انهماك شديد. فالوعي هو ما إنك بتفكر بطريقة أفضل، لأنك انت شايف ما هو حقيقي جواك، شايف خوفك وألمك وانزعاجك وضيقك وتوترك وهربك وكده. طيب قالت كيف أكون شابكة في ذبذبة الرفيق؟ أنا لغيت موضوع الذبذبات والطاقة والحاجات دي ما بعرف يعني. ف أنا أعتقد إنه الإنسان لما يكون واعي وينغمس في حياته بشكل يومي، بيعمل ما يصدر من داخله، بيتفاعل مع الخارج. الموضوع ده بيكون كافي لأنه هو يعثر على طريقه أو يجد هدفه أو يمشي للحاجات اللي هو دايرة. ما بتحمس للتعقيدات اللي بيقولوها الآخرين دي، بتاعت المفاهيم الصعبة، الذبذبة والذبذبة الأعلى والأقل والدائرة والنطاق والطاقة والمطاق. الموضوع ده شاعر إنه يعني بيعقد الأمور بالنسبة للناس، وبيخلوني ينهمكوا في تقنيات وتفاصيل ما مهمة حقيقة. يعني لأنه ممكن يكون هدفك ذاته ما حاجة كويسة ليك، مين عارف يعني، هتعرف لو أنت قاعد جواك إنه ده هدفك، ولا ده هدف سمعتيه من برا، ولا هدف بيقولوه الناس، ولا ده الهدف السائد في السوق اليومين ديل، ولا الهدف السعره عالي وبيمشي أكتر، ولا ياتو هدف فيهم أصلا. محمد قال الحياة عندها معنى لكن غير معروفة بالنسبة لنا. هو نحن أصلا ما عارفين أي حاجة هسه، وبعدين 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 وبعدين. ولو في زول عايش زي 2000 سنة أو 1,000,000 سنة، غالبا هو حيفهم الحياة في كليتها. كل اللي بنقدر نفهمه هو اللي اختبرناه فعليا وجربناه من الحياة، ده اللي في رصيدنا. كويس. فرح والتكتوك عنده قصة مشهورة. يعني قالوا مرة قاعد في الحوش حقهم، عنده سبحة ماسكة وشغال في الورد حقه. الحوش واسع كده، فيه بابين، باب من الجهة اللي جاي باب من الجهة التانية. في غنماية جات داخلة من الجهة دي ومرت قدامه وطلعت بالباب التاني. بعد شوي جو ناس بيسألوه، يا شيخ فرح ما جات بجاي؟ يعني ما جات مرة عليه غنماية مجزوزة، مجزوزة الصوف حقها عشان يميزها من الغنم العاديات يعني. قال لهم قبل شوية جات غنماية مشت قدامي هنا، جنبتها العلي مجزوزة، الجنب البغادي أنا ما شفتها وما بعرفها أصلا، يعني ما في داعي أتوقع إنها بتكون منطقيا مجزوزة وقطع الشك مجزوزة. ما في زول بيجز لي غنماية بجنب واحدة، أي دونت كير، بتكلم عن اللي بيشهدوا بس. وعشان كده نفس المنطق ده لو نحن تكلمنا عن الحياة اللي نحن اختبرناها، ده الحاجة اللي عندها قيمة. لو تكلمنا بالعموميات والتعميم بيكون أبعد. يا بلدي يا حباب، تحديد القيم بتساعد كل واحد عشان يعرف نفسه أكثر. أنا بعتقد المعرفة أكبر من القيم، المعرفة ذاتها قد تكون فيها قيم الخاصة بها، فنحن بنحتاج نعرفها، بعد ذاك هي بتتجلى لنا بطريقة أفضل. يعني مرحبا، هيام، سلام ومحبة. طيب الوعي متغير. الوعي ما متغير، الوعي هو اللي بيرصد التغير أصلا. نحن بنكون في ups and downs و going and coming و winning and losing، متغيرين وجالسين طول الوقت. الوعي هو قاعد بهدوء شايف الفوضى دي كلها وهي شغالة راصدة، بيرصدها من المكان حق المراقب، الويتنس، الشاهد، الأوبزيرفر. يعني مثلا أهل المعرفة دي بيقولوا لك إنك أنت عالمك الداخلي ده بيشبه السماء، سبيس واسعة بتحصل الحاجات فيها، بتجي السحابة وتفوت، وتجي السحابة وتفوت، وتجي المطر وتفوت، وتجي الرعد والبرق يفوت، وتجي التراب، وتجي الكتاح، وتجي الأكياس طايرة. الأفكار والمشاعر دي هي ما يظهر من متغيرات في الفضاء الشاسع ده، أنت ما معرف بها، أنت الشاهد، أنت بتختار منها ما تريد أو تختار ما
تتجاهل، لكن ده كله بيظهر جواك بدون ما يكون هو حقيقتك أصلا، لأنه هو يخطر فقط داخلك. حق الواحد يمشي، حقه يعمل دكتوراه، حقه الواحد يعرس، حقه الواحد يخلي الحاجات دي، حقه الواحد يتعلم لغة تانية. الأفكار لا نهائية، طول الوقت هي شغالة. فأنت ما بتتابع أي فكرة جواك، ولا المفروض تكون حذر للفكرة اللي أنت بتختارها، لأن الفكرة ما عندها قيمة براها أصلا ما لم أنت تؤمن بها أو تتمسك بها. في اللحظة دي بتمنحها الحياة والقوة، في اللحظة دي قد تكون هي ورطتك، لأنه قد ده يبقى هدف حياتك، وقد يكون ده مشروعك، وقد يكون هي مجرد فكرة خطرت من مئات آلاف الأفكار خلال يوم، وأنت مشيت باريت لحد ما شفت الحاصل شنو. قال: الحظ والفرصة وقانون الجذب علاقة بالوعي. الوعي ما عنده علاقة بالجذب أصلا. الوعي هو ما يدرك رغبة الشخص المعين في جذب الحاجة المعينة، ما يدرك حاجته وافتقاره، وما يدرك سببه وتعلقه، وما يدرك اتزانه الداخلي وعدمه، وما يدرك تعلقه وتطلبه، وما يدرك وفرته ورخاءه، وما يدرك الحاجات دي كلها. ده الوعي. الجذب وغيره دي حاجات اكسبيرينسز تانية ممكن الزول يعني يتعلمها أو يعرفها أو يفهمها عشان يستفيد منها في حياته. عايشة شغالتين، أيوة، قاعدين نشتغل ورش أسبوعية في رمضان، غالبا بنعلن عنها في الصفحة عندي. علا: لو طلعنا من فكرتنا عن نفسنا وفكرة الناس، ما بنكون كلنا واحد، كل واحد فينا ما بيقدر يكون الكل. الكل ده أوسع من إنه وعي واحد فينا يطيقه. كلنا بنقدر نعي طبيعتنا الشخصية الخاصة بينا، ما هو كلي غير قابل لإدراك أي زول فينا أو وعي به. فكل واحد فينا، نحن كلنا في النهاية وجوه مظاهر من الخلق، ربنا خلقه في الوجود، كلنا كل الكائنات، وكلنا كبشر خلقكم من نفس واحدة، من الشبه كلنا في النفس الواحدة. كل واحد فينا عنده كاستمايزيشن بسيط حقه، عنده إعداداته التفضيلية الخاصة به، لكن بنشابه بدرجة كبيرة. عشان كده أنا بقدر أحس بألمك، أنت بتقدر تحس بحاجة شخص جائع، آخر بيحس بمرض زول، واحد بيقف للزول في الشارع يوصله، واحد بيمشي يدفع قروش عملية. كلنا بننحني في بجمال ورهبة قدام الأطفال الصغار، مندهشين في جمالهم كده، لأنه في شيء مشترك بيناتنا كلنا. لكن كل واحد فينا عنده حاجة حقته مستقلة بيه. طيب، جابر قال: لو اكتشفت ذاتي في عمر متأخر. العمر ما بيتأخر، العمر ده بيحصل للجسد الخارجي وللكائن العاش الحياة المحدودة دي. في عالم الوعي أصلا ما في زمن أصلا. عشان كده لو أنت فهمت حاجة هسه كأنك فهمتها منذ الأزل إلى الأبد، ما خلاص انتهت الموضوع بالنسبة لك. زي الناس في فترة بداية الإسلام، مش كان النبي بيقول لهم الإسلام يجب ما قبله؟ في واحد من معارك الروم ديل، كان المعركة شغالة في اليرموك أظن، بعد يومين كده قام في هدنة، قام جاء انضم للمعسكر حق المسلمين أصلا معاهم، بعد شوية قاتل معاهم، بعد شوية قتل في المعركة وبقى شهيد معاهم. يعني ما لحق أظن، قال له جرجة، ما أظن صلى له صلاة واحدة أصلا. فالفكرة أصلا ما عندها علاقة بالزمن. الزمن أزمة الأخذة، والأخذة أكبر مهدر للزمن على الإطلاق. يعني تضيع عمرنا الفات ده كله الأخذة أصلا، بيدعوا إنه مستعجل وحريص ومهتم والحاجة دي بتاخد زمن وما نشتغل بها وكذا وكذا وكذا، لما راحت علينا. لكن الحقيقي هو لا زمني، فكلنا ممكن نتعلم نستفيد من اللا زمن الموجود ده. ما في إنسان فاشل، كلنا إنسان فاشل في مكان ما وناجح في مكان ما. يعني زي ما قال
لو اختبرت الجرد والسمكة في تسلق الشجرة قطعنا السمكة فاشلة، فكل واحد فينا المفروض يعرف هو بينفع في شنو يمشي ليه، حتى بعيدا عن الجذب، بعيدا عن السكيلز، بعيدا عن المهارات حقت شنو، بعيدا عن الكورسات حقت القدرات المعينة، الإنسان المفروض يعرف his true self أول شيء، الباقي بيجي جرادوالي. الإنسان جواه في الحقيقة في حالة حقت فيض هائلة، يعني الفيض ده تدفق زي نبع الموية، بكون الموية مارقة حتى في الصحراء ما عندها علاقة بالصحراء في شنو. فالحالة دي لو نحن وصلنا لها ما بنحتاج نتعب ورا فكرة معينة، لا نبقى شيء معين، لا نبقى شخصية معينة، لا نحصل على مكانة معينة، لا نتعلم مهارة معينة، it doesn't matter. يعني ممكن الإنسان يختار إنه يعيش بعيدا عن الأضواء، ممكن الإنسان يختار إنه يعيش في دائرة التغيير، ممكن الإنسان يعيش، كل واحد على حسب الفيض الداخلي حقه، وما فيه وفرة يعني. كويس. أحمد قال أعرف سمات الشخصية من كده، فكرة أعرف سمات الشخصية، علاقات المستوى بالوعي كده. الموضوع ده برضو ما معقد أو ما استركشة، ما كونكريت، ما صلب، ما زي المباني الهندسية. الموضوع ببساطة إنه لو أنت خليت الوعي يشتغل حيقوم يقول لك الصفات اللي أنت عملتها دي إذا صفاتك الحقيقية، ولا الكلام اتكرروا للناس وانت قبلته، ولا هي الصفة اللي شجعوك عليها الناس وانت قويتها، ولا هي السكيل اللي لقيت عندها مقبولية وازدهرت لأنه انت استخدمت أكتر، ياتو فيهم انت. ولو لاحظت كلنا يا جماعة، أنا عندي موقف من كل الاختبارات حقت الشخصية اللي بيعملوها ناس السايكولوجي أو أي جهة تانية، في إنه الإنسان ما أسير مسار واحد، الإنسان لا ولد الأبراج، الإنسان ما ابن الزمن اللي هو فيه، ولا ابن الشخصية، ولا الـ NTGB، ولا الـ BABMC، ولا الـ KMK، ولا الـ KGB، ولا أي حاجة. الإنسان هو حالة من الفيض والتغير المستمر جواه، ممكن يكون أي شيء في أي وقت، ممكن يبقى نغيض الشيء في وقت تاني، وهكذا. فالوعي هو اللي بيخليك أنت شايف التغيرات دي كلها ماشية كيف، وهل هي صادرة عن حالة حقيقية داخلنا، ولا صادرة عن مجرد رغبة في مشابهة العالم، أو تقديم الشخصية الأكثر جاذبية في السوق اليومين ديل، أو أيا يكن الهدف شنو يعني. كويس. طيب قالت ريما، قالت هي منهمكة في التفاصيل. التفاصيل دي بالنسبة للذهن زي الحلاوة بالنسبة للأطفال، بيحب يلعب بها يعني، بيستمتع بها، لكن في الحقيقة ما في تفاصيل مهمة أصلا في العالم ده، ما في أي تفاصيل مهمة. مهما قالوا الناس هنمشي ونجي، كل واحد فينا ممكن يتذكر أو يحاول يتذكر أفضل اللحظات اللي مرت بيهم، ما بتقدر تتذكر التفاصيل اللي كانت فيها شنو، ممكن تتذكر شعورك، شعورك ذاته ما بتتذكره، بتتذكر حسب المزاج الحالي اللي هسه أنت فيه. الماضي يتم تغييره كلما حاولنا، كلما نظرنا إليه بيتغير شكله، كل ما التفتنا إلى الوراء بيبقى هو ماضي مختلف، كل ما تغير المزاج بنعيد المونتاج والمونتاج والمونتاج إلى الأبد. فالتفاصيل ما مهمة، التفاصيل هي مجرد انصراف عن ما هو حقيقي، ما عنده أي معنى. الزول قال الكلمة الفلانية بالطريقة الفلانية في المكان الفلاني والزمان الفلاني في حضور فلاني، doesn't matter يعني، كله ما عنده معنى. فالإنسان ما يلتفت للتفاصيل أيا تكن يعني. كويس. أحمد قال نستفيد من معرفة السمات الشخصية. في ناس طبعا شغالين في مجال حق فهم الشخصية السايكولوجيا أو غيره، في ناس مهتمين بعلم الفراسة أو قراءة الشخصيات، الحاجات دي كلها هي مهارات وسكيلز ومعارف ممكنة، لكن أنا قاصد الليلة إنه نحن نتجاوز ما هو ظاهري إلى ما هو حقيقي. يعني كل واحد فينا ممكن سماته الهسة دي تتغير، وكلنا مرت بينا في الحياة كنا شيء وبقينا شيء تاني،
فعشان كده التمسك بما هو محدود ومؤقت مرات بيهدر الأمور المهمة. يعني كيف أحافظ على دائرة الوعي دي؟ الوعي ما دائرة ولا بتتوسع يا جميلة، كويس؟ الوعي هو حالة بتاعة بصيرة مدركة وشايفة، كويس؟ طالما هي شايفة اشتغلي في حياتك اليومية بالشكل العادي، لكن الوعي بيكون شايف الفكرة المعينة والقرار المعين والفعل المعين ده انت عملت ليه، بقول لك انت عملتيه عشان كده. بالتالي ممكن تواصلي في المسار ده، او ممكن تغيري دافعك او موقفك او طريقتك بطريقة افضل يعني، كويس؟ الوعي اللي بيقولوه الناس ده اللي هو بس هو حالة من حضور المعرفة، يعني زول ده واعي معناه مدرك للتفاصيل حقة الحاجة اللي بيعمل فيها دي. اوكي طيب، ريما بتسأل لسه عن قانون الجذب، هل هو عنده أثر على حياتنا؟ جربي الحاجة دي وشوفي، في ناس مؤمنين بيه بيقولوا إنه شغال معهم، في ناس بيقولوا إنه ما شغال معهم، في ناس عندهم نتائج مختلفة. فشوفي أنت تجربتك الشخصية معه، لكن اتجاوز الجذب خش للوعي. لما تخش للوعي تلقى المصدر حق الطاقة الحقيقي حقك، يعني اللي هو ما هو أهم من جذب، ما هو من أهم من الحصول على وظيفة، على مبلغ مالي معين، على ما أعرف شنو، على سفرة، على كده. يعني دي كلها برضو انهماك في الأمور التي يمكن إنجازها بطريقة أو بأخرى. مآب قالت كلنا مختلفين وحدة الوجود، كلنا متشابهين ومختلفين في the same time، ببساطة ده ما هو بنعاين له. والإنسان نفسه في اختلافات كثيرة جواه، بين أي هوية وهوية، وبين أي وجه ووجه، بين أي مظهر ومظهر، بين أي سمة وسمة. فالكلام هو ما تفكير، الكلام ده هو لو نحن شايفين يعني. أوكي عايشة في الصفحة، يعني من اللينك ده بتلقي الصفحة المباشرة، بتلقي إعلانات الورش طوالي. مرحبا بك. الحقيقة هو اللا زمني اللا شكلي الذي لا يموت، دي حقيقتنا كلنا. الشخصية بنتوهمها، الشخصية برضه هي اعتراف بسلطة الماضي على الحقيقة، يعني ما ظهر هو كل شيء وما لم يظهر ما مهم. وده غلط، لأنه every day every time نحن الحياة دي بتعلمنا وتظهر لنا أشياء جديدة ما كنا عارفينها جوانا وبنكتشفها يعني. طيب في حاجة تانية، أنا شاكر للناس كلهم الموجودين، اللي كنت أساميهم وما قلت، ومع حركة الشاشة طيب أهم شيء نتجاوز الرغبة في تحقيق مكاسب مستعجلة في الحصول على يعني حلاوة سريعة كده، حقت إنه أنا داير أتعلم الصيغة وداير أتعلم الإيه وده. يعني من المهم إنه الإنسان يستثمر فعليا في الزمن ده بالذات، ده أفضل زمن. ناس قاعدين في البيوت، العالم واقف، لا في أهداف، لا في مشاريع، لا في كارير، لا في توفل، لا في منح، لا في ما عارف شنو، والناس ذاتهم لا زي انه دي نهاية العالم ولا لا. فايتس جود تايم انه زول يقعد وينجز المهمة اللي هو كان مقصر فيها تجاه نفسه. انت منو؟ واحد سأل رامانا مهارشي يعني عن معنى الحياة، قال لي انا اتولدت ليه يعني؟ يكون شايف انه حياته بائسة. قال له منو اللي اتولد؟ أعرف منو؟ بعد ذلك بيتضح السؤال الثاني، بيسألوه عن ما بعد هذه الحياة، طريقة الحياة والموت والخلاصات العالم الثاني. قال لي بس أنت عارف الجو ده، الباقي كله ممكن السؤال يكون ما عنده معنى بعدين بالنسبة لك، وممكن يكون السؤال خاطئ، ممكن السؤال يتغير أو يتحور، أو ممكن تلقى إجابة.
فجست اكسبيرينس يور ترو سيلف، بعد ذاك الباقي سهل. لما تختبر نفسك وذاتك الباقي بترتب براو. الأسئلة اللي بنسألها هسه دي كلها يا إما مخاوف الذهن، يا إما أوهامه، يا إما هوسه، يا إما توتره، يا إما ضيقه، اللي هي ما عندها معنى، ما عندها معنى لا في الحقيقة ولا في ما يهم أصلا يعني. طيب ممكن نختم اللايف ده، يعني الشكر لكم جميعا، مجموعة الباحثين السودانيين، دكتور أنور طه الله، الناس اللي حضروا من الأصدقاء أو من جروب الباحثين السودانيين، كل زول جاب أي طريق من الطرق مرحب بكم. وتقدير وامتنان لكم، ونتلاقي إن شاء الله في مرات تانية، ومرحب بكم. الصفحة مفتوحة وفيها مواد كثيرة الناس ممكن يستفيدوا منها إن شاء الله. شكرا جزيلا. في أسئلة لقيتها، قالت الوعي بيبدأ من الرحم ولا من الطفولة؟ الوعي هو في جوهر حقيقتنا. اللي كان في الرحم ده، ما هو دي حالة من حالات الإنسان اللي كان موجود فيها. السب كونشس ذاته كان شغال بيسمع الموسيقى والخلافات والجوطة والعالم الخارجي، رغم إنه الذهن ذاته ما جاهز والمخ ما نما بشكل كامل. الوعي هو سمة للجوهري، الجوهري ده قبل الرحم، قبل الولادة أصلا موجود. طيب كيف نغير مفهوم الشعب السوداني؟ ده موضوع كبير يا سولدر، موضوع كبير. جميلة سألت، قالت كيف الزول ممكن يعلم أطفاله إنه يكونوا واعيين؟ وغالبا الأطفال واعيين أكتر مننا يعني، لكن نحن بس بنفترض لأنه عندنا معلومات، ما نحن أفضل منهم، لكن الأفضل إنه نحن نديهم مساحة أوسع، نقلل التوجيهات، نسمح لهم to express themselves بطريقة أفضل يعني. كويس. لينا قالت الغضب المستمر ممكن يكون من شنو؟ جذور الغضب الموضوع مش شابك، لكن الغضب هو عدم رغبة في التقبل الحقيقة ما أيا تكن عن الآخر، عن ما حصل، عنك أنت ذاتك. والعالم ده بجماله وصرامته ودي كده برضه هو لطيف جدا. لو انت ما تقبلتي you can go nowhere، لا بتقدري تغيري، لا بتقدري تفهمي، لا بتقدري تعرفي حاجة. فأهم شيء انك تتقبلي الحاجة زي ما هي، حتى لو شعرت بألم، الألم ما كعب، الألم بيعلم الزول النمو الوجداني والشعوري. ليتر أون بتقدري تتعاملي مع موضوع الغضب بطريقة أفضل. مو قال بعد الوعي نعرف الدور اللي بنلعبه في المسرحية. ممكن الزول ولا يخش في المسرحية ذاته بالمناسبة. مرحبا إلهام، الله يخليك، الشهد إن شاء الله طيبة. الوعي ده الكلام اللي قلناه قبل ده كله زائد كلامات تانية دايرة اختبار وتجربة. هل الوعي هو البديل العلمي للروح؟ والوعي ده العلم ذاته ما قادر يفهمه شنو أصلا. العلماء بيقولوا ال understanding universe is a simple problem، يعني
زي ايزي بروبلم، اندرستاندينج اند كونشسنس ذا هارد بروبلم. فنحن هسه الكون ده برضه يعني انا ما عارف انه، لكن ده موضوع ساهل جدا قياسا بموضوع الوعي. فالروح دي هي شنو؟ برضه الموضوع ده غالبا بيوند ذا ريتش اوف ساينس، يعني ما عندنا عنه فكره، ولا اظن الادوات الحاليه للعلم بتقدر مؤهله انها تعرفه. حتى الوعي بعيد شويه عن القصه. يعني العلم الغربي اقصد بمناهجه بطريقته المعينه الاستقرائيه ما تعرفه كل ما يتصل به. الموضوع الوعي ده اهله اللي بيعرفوه كويس، ناس شرق اسيا ديل في مذاهبهم وفلسفاتهم العمر الاف السنين، لكن الساينس اللي بيعرفوه الغرب ده هو منهجيه معينه في التفكير والتعامل مع العالم، فما أظنها بتقدر تفهم الحاجات دي. الكيمياء المخ، المخ ذاته بعض الناس بيعتقدوا إنه هو مجرد الريسيفر حق الترانسميشن، السيجنال بتجيبه from somewhere وبتشتغل عبره، لكن ما هو المحل بتحصل الحاجات. يعني هل في معايير للوعي الحقيقي؟ زول قلت لك معايير، ده هو بيتكلم عن تجربته الشخصية، والتجربة الشخصية لا يمكن تعميمها. يعني الموضوع ما موضوع معايير، الموضوع هو الوعي ذاته ما عنده درجات، اللي انت بتختبره هو اللي عنده درجات، او يعني تجربتك هي اللي انت ممكن تدرجها او توصفها او تقول ده انا ما عارفه هنا لكن هنا عرفته وهنا عرفته، لكن هو ما فيه درجات اصلا. كويس. رابية قالت العيش في اللحظة بيزيد الوعي. ليه؟ لأنه بيصرفك بدرجة أساسية من الـ من الـ من العدم حق الانشغال بالماضي والتخطيط للمستقبل، لأنه العالم ده بدرجة كبيرة رهافته في إنه هو قاعد في اللحظة حقة الآن. في الحقيقة الآن دي، الآن دي هي دي اللحظة الوحيدة اللي أنت عايشها. الفات ده هو صورة ذهنية، لكن كله تغير، خلايا جسمك اتغيرت، موضع الأرض اتغير، موضع الشمس اتغير، موضوع المجرة اتغير، الكون نشأ وزاد واتسع وتمدد وكده، بس انت هنا محتفظ بالماضي، الماضي ما مهم. ف لما when you shift your attention away from your mind from thinking، لما تبعد الذهن حقك ده من التفكير، بتسمح للوعي to experience what is beyond، اللي هو ما هو حقيقي وجوهري جوانا. يعني اوكي، فشكرا لكم جميعا، ونتلاقى ان شاء الله مرات ومرات تانيات. يعني اي الهام قالت عدم لعب دور في المسرحية ما بيعني السلبية. ايوه يعني خياراتك بس. يعني في زول سماها مسرحية، انت ممكن تسميها فيلم، ممكن تسميها جيم، ممكن تسميها عوالم منفصلة، ممكن تسميها ده عالمك وكونك الخاص بك، ممكن تسميها اي شيء. ما في انسان ملزم بالتسمية او الاستركشة الجاهزة اللي اداها له زول تاني اصلا. يعني مرحب بك شيماء. القولب والنمذجة والمعايير المسبقة ده عدم وعي. أي قوالب هي عدم وعي، أي معايير هي عدم وعي. الوعي ما عنده معايير أو استراكشر، ما هو موجود وما هو مرصود بلا أحكام بلا قياس بلا مقارنة. فشكرا لكم جميعا، ونلتقي مرة ثانية إن شاء الله. بارك الله فيكم.